منى زكي عن دورها في أصحاب والعز: حسيت بالشخصية وتعايشت فيها مع أصحابي. ما عنديش أسرار وأكيد ألعبها، رأي منى زكي في لعبة أصحاب والعز. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب منى زكي ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع منى زكي. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. ما عنديش أسرار وأكيد ألعبها، رأي منى زكي في لعبة أصحاب والعز. أكدت الفنانة منى زكي عدم خوفها من تكرار لعبة الأسرار التي جسدت جزءا منها في فيلمها الأخير أصحاب والعز، مشيرة إلى استعدادها من تكرار تلك اللعبة في الواقع وحياتها العادية، وذلك لعدم أي وجود أي أسرار تحتسب من إفشائها. وعرضت قناة نتفليكس عبر موقع الفيديوهات يوتيوب لقاء مع أبطال فيلم أصحاب والعز التي عرضته منصة نتفليكس قبل أيام، وأثار جدلا كبيرا فور عرضه. وتحدثت الفنانة منى زكي: اللعبة التي لعبها أبطال الفيلم أصحاب والعز التي اعتمدت على إظهار أسرار الأبطال في جلسة بين الأصدقاء، إذ قالت منى: أكيد ألعبها في الحياة العادية، ما عنديش أي مشكلة، لأن أنا عموما ما عنديش أسرار رهيبة في حياتي. وواجه فيلم أصحاب والعز الذي ضمن أبطاله الفنانة منى زكي انتقادات واسعة بين عدد من المشاهدين، فيما أصدرت نقابة المهنة التمثيلية برئاسة أشرف زكي بيانا حول أزمة أصحاب والعز. وقالت النقابة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري أو النيل منه، وهبت بالجميع عدم التعرض لأعضاء النقابة لمجرد المشاركة في عمل قد يتفق معه أو يختلف. كما قدم عدد كبير من الفنانين الدعم لمنى زكي، بينما شهدت حسابات الفنان أحمد حلمي على مواقع التواصل الاجتماعي هجوما كبيرا عليه بسبب دور زوجته في العمل، فضلا عن الشائعات التي انتشرت تفيد بطلاق الثنائي. هدوء وتجاهل رد فعل أسرة أحمد حلمي ومنى زكي بعد مشهد أصحاب والعز. بين اتهامات الجرأة الزائدة والدفاع عن حرية الفن، بات الصراع مشتعلا بين المؤيد والرافض والمدافع عن منى زكي والمهاجم لها. لكن الهجوم على منى زكي لم يتوقف عند حدها، بل تخطاها إلى زوجها الفنان أحمد حلمي أيضا من خلال حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي. مشهد فيلم أصحاب والعز لم يتخطى ثواني ولم يكن مفهوما للكثيرين في سياق الدرامي الذي وضع به، بل وصفه البعض بأنه لم يؤثر في سير الأحداث ولم يكن مهما للغاية. قدمت منى زكي وفقا للنقاد أداء تمثيليا رائعا خلال الفيلم، ولم تقدم أي مشاهد عرية بحسب ما وصف الإعلامي عمرو أديب الذي دافع عنها ما بانش منها صباع في الفيلم. لكن الفيلم احتوى على أحد المشاهد التي أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما أقدمت منى زكي على وضع ملابسها الشخصية في شنطة الخروج قبل زيارة أسرية لأصدقاء العائلة. منى زكي عن دورها في أصحاب والعز: حسيت بالشخصية وتعايشت فيها مع أصحابي. تحدث أبطال فيلم أصحاب والعز عن تفاصيل أدوارهم في الفيلم الذي أثار جدلا مؤخرا بعد عرضه، وكانت بينهم بطلة العمل منى زكي التي تحدثت عن دورها ورأيها في اللعبة التي تمت خلال الأحداث. وقالت منى زكي في لقاء نشرته منصة نتفليكس عبر يوتيوب عن دورها في الفيلم: أنا قدرت أحس جدا بالشخصية وتعشت فيها مع ناس صحابي وناس حواليا كتير، فمهتمة وحابة أبين يعني إيه الست، تبقى حاسة إنها مش ست بسبب الشخص اللي معها. وعن لعبة الهواتف التي لعبها أبطال العمل خلال أحداث الفيلم وكانت هي بداية الأحداث الرئيسية، قالت: أكيد ألعبها في الحياة العادية، ما عنديش أي مشكلة، لأن عموما ما عنديش أسرار رهيبة في حياتي. وشهد الفيلم جدلا واسعا من ذو عرضه بشأن القضايا التي يناقشها وبعض المشاهد التي رآها الجمهور. وردت نقابة المهنة التمثيلية على هذا الهجوم على الفنانة المصرية بيانا أكدت فيه أن الحفاظ على حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي ومن وجدان الفنانين المصريين، تحميه النقابة وتدافع عنه، وأن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه. وحرص مطرب المهرجانات حمو بيك على توضيح موقفه من التصريحات المنتشرة على لسانه بشأن الفنانة منى زكي بسبب فيلمها المثير للجدل أصحاب والعز. حمو بيك أوضح وكتب على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك تعليقا على التصريحات المنسوبة له عن منى زكي بعد فيلم أصحاب والعز:
للمرة المليون بوست مفبرك باسم وجرايد تنشر بدون التأكد من صحة الكلام المنتشرة. ويضيف حمو بيكا بخصوص البوست المنتشر على لسانية انه التحى روح النقابة يوم الخميس بملابس داخلية، الكلام ده ما صدرش مني نهائيا ولا صدر في بوست او ستوري او لايف على صفحات رسمية، كفاية كذب وتضليل وتشويه لاسمي، مش كل حاجة انتشرت لازاو اسم حمو بيكا فيها. مدلين مطر تلوم موقع التفاعل الاجتماعي بسبب اطفال لاجئي سوريا مع علاقة مشهد منازك في اصحاب ولعز. أبدت الفنانة مدلين مطر استياء من موجة الانتقادات الشديدة التي تتعرض لها النجمة منى زكي بسبب مشهد خلع ملابسها الداخلية في فيلم أصحاب العزة، خاصة بعد انتشار صور لأطفال لاجئي سوريا وهم يبكون بسبب تأثرهم من برودة الجو. وأعادت مدلين مطر نشر صورة لطفل يبكي وهو يقف في وسط الثلوج بسبب شدة البرودة، وعلقت عليها كاتبة عبر حسابها بموقع تويتر: خلعت سروالها الداخلية فزلزلت العالم العربي وتحركت الأنظمة لاتهام فيلم بضرب القيم المجتمعية البنيوية وزودتوها وموضوع ما بدها الأدى، لكن أن يتجمد الطفل من البرد وآخر ينام ومعه فارغة لا يستحقون أي تحرك أو زلزال على مواقع التفاعل الاجتماعي. يذكر أن فيلم أصحاب العزة تعرض لموجة واسعة من الهجوم بسبب جرأة بعض المشاهد والألفاظ، ونالت الفنانة منى زكي نصيب الأسد من الهجوم بسبب مشهد اعتبره الكثيرون جريا وألفاظ لم نعتد سماعها منها، كما أثار الفيلم جدلا كبيرا بسبب تناوله لشخصية مثلية الجنس والتي قام بها الممثل اللبناني فؤاد يمين. وبالرغم من الانتقادات الواسعة التي تعرض لها الفيلم، قام عدد من الفنانين والنقاد بالدفاع عن الفيلم ومنى زكي على حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي. وتدور أحداث فيلم أصحاب العزة حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح، وتنكشف أسرار لم يكن أحد يعرف عنها أي شيء بما في ذلك أقرب الأصدقاء. والفيلم من بطولة منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي وديموند أبو عبود وجورج خباز وفؤاد يمين، ومن إخراج وسام سميرة في أول تجاربه الإخراجية. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب انفعال منى زكي؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.